الشواطئ هنا كلها ما فيهاش حد، وعشان نوصل هنا مغامره صعبه، لازم نتقدم ضهرنا كده. احنا على ارتفاع 1200 متر سطح البحر في واحده من احلى الاماكن اللي زرتها في حياتي. اهلا وسهلا بكم في صلاله، المناظر الحلوه الخلابه بالخص على مرتفعات طاقه. وصلنا صلالة، تعتبر واحدة من أحلى المدن في العالم. يا حي سهل بكم في صلالة، يا حي بكم، يا حي بكم. اللي حرفيا ممكن نعتبرها أيسلندا الخليج، من شلالات لجبال خضرة، شجر النخيل اللي في كل مكان، وشواطئ غير ملموسة. أهلا بكم في جنة الخليج صلالة. السلام عليكم. جاهزين الاكتيفيتيز وجاهزين. يا حي سهل بكم بالصلاة، يا حي بكم، يا حي بكم. ان شاء الله حنغدى اماكن رحات باذن الله وبترتاحوا اذا شاء الله وقدر. يا حي بكم يا جي. احنا هنعمل ايه النهارده؟ الى جرزيز، عين جرزيز، ومن هناك باذن الله بنحاول، طبعا بتكون على المساء، بنريحكم في الفندق، وباذن الله تعالى المور اكتيفيتيز بعد بكره ان شاء الله. بعد رحله ساعه ونص من مسقط لصلاله وصلنا مدينه صلاله، المفروض انها تعتبر واحده من احلى، لو ما كانتش احلى مدينه في الخليج العربي كله. خلينا نبدا، يلا بينا. هنروح فين؟ ايوه بنروح ان شاء الله الى الصوب الغربي. يلا بينا. وينكم يا شباب؟ نبدا رحلتنا. معنا هنا النيسان بترول. خلاص جو صحراء بقى. يلا جاهز. جاهز. يا حي وسهلا بالمصريين. اهلا وسهلا. يعني هذه بيوت فعلا، بيوت الظفاريين، الناس اللي موجوده هنا وعندهم بيوت في المدينه. هذا مع حيواناتهم. يعني احنا هنا مش في المدينه يعتبر؟ لا مش مدينه، هذا مش مدينه، يعني هذا منطقه الارياف. احنا نبعد قد ايه مثلا من وسط البلد بتاع صلاله؟ قريب جدا، 10 كيلو 12 كيلو. اوكي. وصلنا اول نقطه وهي عين جرزيز، واحده من احلى العيون. صلاله ليها موسمين، انا طول عمري نفسي اجي صلاله، فموسم بتكون خضرة، يعني خضار غير طبيعي، وموسم جفاف لان ما بيكونش فيه مطر، مطره شهور وشهور. طبعا عين جرزيز هي من العيون المهمه هنا وجدا ممتازه، وهذه العين طبعا تبلغ عن صلاله ما يقارب الى حدود 6 7 كيلو. كيف؟ وهذه كلها يعني المياه هذه تصير على مدار السنه وهي موجوده. مياه طبيعيه؟ مياه طبيعيه ناتشرال فريش دايما. من المطر بتقول؟ هي موجوده من المطر، لكن هذه نحن نسميها موسميه. فاحنا دلوقتي في موسم اللي ما فيهوش مطر كتير، بس في العادي هنا بيكون شلالات نازله من فوق، لكم ان تتخيلوا انت تبقى واقف هنا، اصلا مش هتقدر تقف هنا، لان ده كله بيتملي مياه، بيبقى نهر، العربيات ما بتقدرش تخش هنا، محدش بيقدر يخش هنا، بس النهر بيوصل بقى لبره، بتتفرج عليه من بره، بيبقى المنظر جميل. في الوقت الحالي هو المنظر زي ما انتم شايفينه كده، هنا الجبل اخضر، شهر 6 7 8 9 بيكون خضار ملوش مثيل في العالم كله. عندنا ايضا عيون ثانيه موجوده، عندك عين رزات، ايضا عين رزات من اجمل ايضا العيون، فيها ميه على مدار السنه. احنا دلوقتي على الطريق وفجاه بصوا الجمال. الجمال حرفيا يعني قطع الطريق، في جبل في نص الشارع هناك. اكثر من مليون شخص وصلوا الى صلاله من دول الخليج والدول المجاوره بس السنه دي. السنه هذه طبعا، وكل سنه بازدياد. ما شاء الله، كل سنه بازدياد. احنا دلوقتي في وادي دربات، ده احلى مكان لحد دلوقتي نزوره في صلاله. الشلال هنا بصوا المنظر، ولكم ان تتخيلوا ان هو في السيزون بتاعه كل ده بيبقى ميه، كل ده بيبقى اخضر، يعني دلوقتي صحاريه، بس حتى في الاوف سيزون مفيش مطر بقى لنا شهور كتير، ولسه الميه نازله بالقوه دي. فلما يكون في سيزون المطر اتوقع ان كل ده بيكون مطر. بصوا منظر رهيب، خليني افرجه لكم بالدرون. يلا ذاتس. وكده نختم يومنا الاول في صلاله اللي الصراحه ابهرتني، كنتش متوقع انها بالجمال ده، كنت عارف طبعا انها جميله بس حاجه روعه. نختمه مع الغروب الرهيب ده، وبكره
نبدأ يومنا التاني في صلالة عشان نزور أشهر الحاجات. بكرة نزور إيه؟ إن شاء الله بكرة بنزور المغسيل، بنزور افتلقوت، بنزور شاطئ شعت، بننزل إن شاء الله في المنطقة الغربية روعة. اول وقفه النهارده وهي ان احنا ناخد كوكونات، المكان الوحيد في عمان او يعني من الاماكن الوحيده كمان في الوطن العربي اظن اللي شجر النخل بيطلع كوكونات مش تمر او بلح، هو في صلاله صح؟ بالضبط في صلاله موجود، يعني ما بيطلعش هنا بلح خالص بس لا لا فقط في الشمال السلطنه موجود فيها التمر. ثانك يو. وما احلى من انك تبدا يومك بكوكونات فريش من على النخله والبحر هناك منظر واو، بصوا الجمال. صراحة الصلالة فاجأة توقعاتي، يعني بلد عربية الناس بتتكلم عربي في نفس الوقت بحر وجو جو سواقي كده، تحس نفسك رحت آسيا يعني شرق آسيا بس انت في بلد عربية تقريبا 3-4 ساعات عن مصر، عن أبعد دولة عربية 3-4 ساعات. ف يلا نكمل يومنا. بصوا بقى المنظر ده، أشهر مكان وأحلى مكان المفروض في الصلالة كلها افتلقوت. افتلقوت باللغة الصلالية او العمانية يعني الجبل المفلوق، هناك في جبل وهنا في جبل وده بحر كله فاضي برايفت بيتش، يعني انت متخيل تبقى هنا وده البحر كله، نزلنا تحت خلاص هنبقى لوحدنا على البحر. صراحة منظر رهيب 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 رهيب، حرام وخسارة ان بلد زي دي ما يبقاش فيها سياحة كتير، منظر زي ده في اي بلد البحر ده يكون مليان ما تعرفش تقعد عليه، هنا انت والبحر لوحدكم. اسمه ايه الشاطئ؟ شاطئ المغسيل. يا سلام على الشاطئ وجماله، الشواطئ هنا كلها ما فيهاش حد، يعني انت لو بتفكر في يوم تيجي عمان ونفسك يبقى ليك شاطئ الخاص بتاعك في اي يوم تصحى الصبح تيجي على الشط، الشط بامتداد يمكن 4-5 كيلو معلوش بني ادم واحد، حرام 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 ناس ما تجيش سياحه لعمان. البلد الوحيده تقريبا اللي في الصحراء ممكن تلاقي بحيره وفيها فلامينجوز في نفس الوقت، هناك الجمال في كل مكان، يعني في العادي يا اما بيبقى صحراء يا اما بيبقى بحر، بس هنا الميزه في صلاله انها جمعت ما بين كل حاجه، ما بين البحر ما بين السفاري ما بين الخضار، كل حاجه ممكن تلاقيها في صلاله. بص الشجره المشهوره اللي هنا ريحة النظام. اللي عارف لبان اتذكر الشجرة اللي هنا دي شجرة اللبان، معرفش هتعرفوها ولا لا، بس بيتعمل منها بخور وبيتعمل منها أدوية كتير، وأحسن شجر في العالم كله موجود في عمان وبيصدروا منه للعالم كله. هذه شجرة اللبان فرانكنسنس تري، وفي طرق عشان تستخرج اللبان منها، الطريقة الأولى إنك تخدش الشجرة نفسها، بعدها بأسبوعين مكان الخدش بيتحول بيجي زي السائل ليكويد، بعدها بأسبوعين هذا الليكويد بيقف يتحول لمثل الكريستال، بعدين بيجمعوها الاشخاص البروفيشنال بيرسون كولكتد على سلته لوكال ماركت. ايه هو اللبان بس عشان نبقى عارفين؟ اللبان هو سائل، وسائل مو يستخرج من هذه الشجره. يستخدم في ايه؟ يستخدم في البخور وايضا للعلاقات. واو احنا على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر في واحده من احلى الاماكن اللي زرتها في حياتي، في صلاله في عمان منطقه اسمها الشعت. بصوا يعني انا لا قدر الله لو وقعت خلاص كده، بس بصوا جمال البحر مفتوح مع نفسك تماما، حاجه غير طبيعيه الصراحه. وعشان نوصل هنا مغامره صعبه، لازم يتقطم ظهرنا كده، كان مش سهل بس يستاهل عشان كده فاضي. دلوقتي متحركين من الفندق بتاعنا في مدينة السور عشان نسوق تقريبا 20 دقيقة نوصل للشاطئ اللي بيكون فيه السلاحف بتطلع بالليل تحط البيض بتاعها،
وتستناه الصبح البيض يفقس. المكان ده ما بيتزورش غير مرتين في اليوم، مره الساعه 8:30 بالليل ومره الساعه 4:30 فجر. فاحنا دلوقتي رايحين 8:30 بالليل، لان هم بيطلعوا 8:30 بالليل على الشاطئ يحطوا البيض وينزلوا تاني البحر. هنروح ونشوف. اتمنى نشوف سلاحف على قد ما نقدر، الدنيا بتكون ضلمه، لازم نحافظ على الهدوء عشان نقدر نحافظ على السلاحف. وللاسف ما توفقناش ان احنا نشوف السلاحف، والأسوأ ان حصل عندنا مشكله في الكاميرات والتصوير، فكان لازم نقطع سفرتنا في صلاله. للاسف متاكد ان انا ما اديتهاش حقها، لان صلاله بالنسبه لي تعتبر اجمل منطقه في الوطن العربي كله. لينا عوده ان شاء الله الموسم الجاي، فاستنوا الفيديو السنه الجايه. بس دلوقتي ما تنسوش تدونا لايك وكومنت على الفيديو، واستنوا اقوى فيديوهات كل جمعه. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.